بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بقى مع تاني محاضرة في الشابتر التالت، وهي بتاع الباكسينات. قلنا المرة اللي فاتت إن المحاضرة دي أهميتها في الراش وجدول الباكسينات من أول الصفحة ديت لغاية الآخر، تمام؟ طيب نيجي بقى، كل فاكسين بيتاخد إزاي؟ يعني أول حاجة البي سي جي فاكسين. البي سي جي فاكسين ده تعريفه عبارة عن فريز درايد فاكسين، يعني عبارة عن مصل أو لقاح، عبارة عن فريز مجمد ودرايد ناشف. كونتيننج ليف اتنويتد بس اللاي، بيحتوي على بس اللاي. بس اللاي ديت عباره عن زي ما يكون كده، ايه عارف عصايه المقشه، هو شبه العصايه كده. بس اللاي دي بكتيريا، بكتيريا دي شبه العصايه فبنسميها بس اللاي، يعني بكتيريا شبه العصايه. ليف اتنويتد يعني عايشه. اسمها ايه بقى؟ اسمها باسيلس كاليميتي جورين، تمام؟ باسيلس كاليميتي جورين دي عباره عن البكتيريا عايشه، بنديها وبنحطها في الفريزر وبتبقى دراي. It should be given in the first 3 months، وبندي الفاكسين ده في أول 3 شهور من الحياة. And it may be given on the day of the birth، ممكن نديه في أول يوم في الولادة. يبقى بيزي جي فاكسين عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصل حي من البكتيريا اسمها باسيلس كلوميت جرين، موجود في الفريزر ودرايد، بنديه للأطفال من أول 3 شهور، وممكن نديه في يوم الولادة. طيب الدوز والروت، الدوز والروت يعني ايه؟ يعني هندي جرعة قد ايه وازاي نديه. اول حاجة قالك the vaccine is injected، يعني بنديه intradermally يعني في الجلد، تمام. the angle between skin surface and the needle should be shouldn't exceed 15 degree، يعني انت بتيجي تديه في الجلد كده تحت الجلد، ولازم يكون السرنجة بدرجة 15 ديجري اللي هي الصورة اللي قدامك دي. طيب in the middle of the left deltoid، يعني في نص عضلة الدلتويد، نص عضلة الكتف. اندوز حوالي 1/10 ملي لتر، تمام كده؟ تمام. يبقى أول حاجة احنا الروت يعني بنديه ازاي؟ انتراديرمالي، ولازم نكون زود الادمنستريشن انت بتديها ازاي 15 ديجري، ما تزيدش عن 15 ديجري، وبتديه في نص الدلتويد، وجرعته واحد نص 1/10 ملي، 1/10 مللي. طيب لو جيت بصيت الصورة ايه اللي عندك في المذكرة، ده سطح الجلد اللي هو ده، تمام. سطح الجلد ده بيتكون من طبقتين اسمه ابيديرمس وديرمس. احنا بقى بنديه زاوية 30 درجة، شوف السرنجة نازلة ازاي، زاوية 30 درجة 15 ديجري، تمام. بنديه بزاوية 30 درجة عشان ندي الايه الحقنة دي. طيب مفيش أي مشكلة خالص. نخش بقى على ال reaction of PCG after administration، يعني ازاي ال PCG بعد ما تديه جسمك بيحصل له ايه. قالك satisfactory reaction produces a wheel about 5 مل، يعني ممكن يحصل تفاعل مقنع او مشبع، بيظهر لك التفاعل ده وبينتج عنه wheel. wheel لازم يكون دايرة كده حجمها 5 مللي لتر مللي متر in diameter في قطرها، which rapidly disappears، وبعد كده بتبدأ تختفي بسرعة. بعد اسبوعين او ثلاثه السويلنج بيكمز سمول ابس، الويل ديت اللي انا قلت لك عليها الدايره ديت بعد كده بتتحول لابسس، ابسس يعني خراج صغير، ويتش بيكم ا ديستشارج السر، بعد كده بيبقى يتحول لقرحه بتفرز حوالي 10 ملم كروس، يعني 10 ملم الدايمتر بتاعها قطرها. بعد كده الالسر ديت اللي هي القرحه ديت هيلز، بتتعافى باي ليفنج ا بيرمننت سكار، ان هي تسيب ايه سكار اللي هو يعني ايه علامه كده حوالي 5 ملم اكروس، حجمها 5 ملم. ذا ماذر شود انفورمد اباوت ذا رياكشن، لازم تقول الام حوالين الرياكشن ده. اند ادفايز هير نوت تو بوت اني ميديسين اون ذا السر، وتقول لها ما تحطوش اي ادويه خالص على القرحه دي، يعني كده كده القرحه دي هتروح. يبقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بعد ما الواد ياخد البتاع على طول بيظهر هويل كده، يعني زي ما يكون كده دايره 5 ملم، بعدين بتختفي بسرعه، بعدين بعد اسبوعين ثلاثه بتبقى سمول ابسس، وبعد الابسس ده يتحول لالسر حجمها 10 ملم، بعدين الالسر دي تخف وتسيب سكار حوالي 5 ملم كروس. وبعدين المذر لازم تقول لها يا ست الكل احنا بنضمنك الحاجات دي عاديه خالص، وما تحطيش اي ايه، ما تحطيش اي دواء خالص عليه. طيب وده اول حاجه البي سي جي ايه فاكسين، الديفينيشن بيتاخد ازاي وجرعته قد ايه، وهي الرياكشن منه على الجلد الولد. طيب تاني حاجه بوليو فاكسين، ده بتاع شيل الاطفال، نفس الكلام برضه الدوز والروت، يعني جرعته قد ايه وبنديه ازاي. ده الايه ده البتاع اللي قلتلك عليها بتاع الايه بتاع الرياكشن بتاع الولد.
بص اهو، اول حاجه تبقى دايره كده، بعدين الدايره تبقى ابسس، الابسس تبقى حاجه كده صغننه خالص في الايه، في دراع الولد، تمام، وتجيب في نص الدولتويد. الدولتويد ايه؟ دي عضله الدولتويد، تمام، بنديها له ان في نصها، تمام. طيب نيجي على البوليو بقى. قال لك ايه الزيرو؟ عندنا نوعين من البوليو اللي بتحمي ضد البوليو، يعني عندنا نوعين من الفاكسين اللي هو المصلي يعني اللي بيحمي ضد البوليو. واحد اسمه ان انكتيفيتد بوليو فيروس، يعني ايه ان انكتيفيتد؟ يعني مش نشط، تمام، اسمه الاي بي في. وحاجه اسمها اورال بوليو فيروس فاكسين او بي في، والاي بي في اللي هو ان انكتيفيتد بوليو فيروس ده از جيفن ان انجكشن من الدي كان حقن انزلج في الرجل او الارم او الايه او الدراع. بيعتمد على البيشنت ايدج، بيعتمد على عمر الولد، عمر الطفل. البولي فاكسين ده ممكن نديه ات ذا سيم تايم في اذر فاكسين، ممكن نديه في اي وقت في اي فاكسينات تانية. موست بيبل شود جو جيت بولي فاكسين وين ذي ار تشيلدرن، معظم الناس لازم ياخدوا مصل بتاع شيل الاطفال ده اما يكونوا اطفال. التشيلدرن جيت، الاطفال دي بتاخد 4 دوزز، 4 جرعات، وفي الاي بي في اللي هو ده اهو، تمام. امتى بقى؟ قالك عند شهرين، وعند 4 اشهر، وعند 6 ل 18 شهر، وعند 4 ل 6 سنين. بوستر دوز يعني جرعة تدعيمية بيدعموا يعني. طيب قالك فور 70 فاكسين، 70 فاكسين بقى قالك 2 دروبس ار جيفن اورالي اتش تايم، يعني دي اورال زي الواد ده كده، بياخدوا نقطتين اورالي كل وقت. كيب ذا فاكسين ان اكاب، وحط الفاكسين ده في زي ما يكون كده في كوبايه كونتيننج ايس بتحتوي على تلج ديورنج ذا فاكسينيشن سيشن، اثناء اختبار او اثناء اللي انت بتديله اللقاح يعني، وقت اللقاح يعني. اند ثرو اواي ذا فاكسين ذات ريمينز ان ذا فاير، بعدين لما تاخد الفاكسين وتديه للولد هتبقى شويه كده في الايه، في الانبوب، ارميها لان هي كده مش نافعه. قال لك بعد كده ريبيت ذا دوز اف ذا شايلد سبيت اوت ذا دروبس، يعني انت لو اديت الولد الدروبس اللي هو النقطتين اللي اديتهم له ورجعهم، لا اعيد له تاني الفاكسين. بريست فيدك هاز نو افكت اون فاكسين، يعني انت لو رضعت الولد مش هيأثر على الفاكسين خالص. انفانت هاز داريا، لو الواد ده حصل له اسهال، دونت بوست بان فاكسينيشن اند جيف اكسترا فور دوز 4 8 ويكس، يعني ما تدروش فاكسين على طول، استنى ال 4 6 ويكس وادوا له ايه؟ دوز افتر ذا ثيرد دوز، بعد الجرعه الثالثه. يعني انت اديت له الجرعه الثالثه والواد ده حصل له داريا، استنى كمان 4 8 اسابيع وادي له الجرعه الرابعه، تمام. تمام ده ايه؟ ده البوليو فاكسين. والبوليو فاكسين عندنا ايه؟ نوعين، ان اكتيفيتد بوليو فاكسين والاورال بوليو فاكسين. بنديه فين؟ في الرجل او الايد، بيعتمد عليه على عمر الولد. بوليو فاكسين ده بنديه في اي وقت مع اي فاكسينيشن، ممكن الناس وهي صغيره لازم تاخد الايه، الفاكسين. بنديه امتى؟ 4 جرعات، شهرين، 4 شهور، من 6 ل 18 شهر، ونديله جرعه تدعيميه عند 4 6 سنين. في حاجه اسمها 70 فاكسين، تمام، قلناها فوق قبل كده في انواع الفاكسينات. ده بنعمله اديله عباره عن ايه؟ عباره عن 2 دروبس، عباره عن 2 دروبس، يعني ايه؟ يعني نقطتين كده زي القطره كده، تمام. كل اورالي جيفن اورالي اتش تايم. قال لك كيب ذا فاكسين ان كاب، بنحط الفاكسين في كوبايه فيها تلج اثناء السيزيشن، والباقي ترميه. لو الواد ده تفها او رجعها بتروح جاي مديله تاني. والبريست فيدنج اللي هو لبن الام مش هيأثر على الفاكسين خالص. لو الانفنت ده عنده شويه ضرايه ولا حاجه اسهال، دونت بان فاكسينيشن، ما تدلوش فاكسينيشن دلوقتي، اند جيف اكسترا فور دوز، واديله جرعه رابعه عند 4 ل 6 ويكس بعد الجرعه الثالثه. ده الايه؟ ده البوليو فاكسينيشن. في حاجه اسمها بنتا فاكسين. قبل ما نبدا في البنتا فاكسين، في ناس تقول بقى ايه هو يا دكتور السابين فاكسين ده؟ مش انا قلت لك المره اللي فاتت ان البوليو فاكسين ده نوعين، سابين وسولك، اللي انا قلت لك المره اللي فاتت ده هم حاجه اسمها اورال بوليو فاكسين انا بتكلم عليه اللي هو السابين، والتاني اسمه بوليو فاكسين انترا ماسكولار بتاخده عضل، ده اسمه سولك. خلي بالك بقى ان السابين ده تبع البوليو طبعا، انا بتكلم في البوليو اللي هو بوليو فاكسين اللي هو بتاع شيل الاطفال، تمام. طيب نخش على البنتا فاكسين. مكتوب 5 in 1، يعني 5 فاكسينات في واحد، يعني كلهم بيتاخدوا مره واحده، بس هو بيعالج 5 امراض او 5 مشاكل. ايه ال5 مشاكل؟ الدفتريا والبرتصص والتيتانوس
والدي بي تي والاتش بي في والمنس وانز.